من أجل سلامتك وسلامة عائلتك وسلامة وطنك، التزم في بيتك. مشان نحمي وطننا خليك قد المسؤولية والتزم في البيت. عشاننا وعشانكم وعشان أولادكم خليكم في البيت. أكثر عزلة بالبيت، أقل إصابة بكورونا، من أجل عائلتك ابقى في بيتك. التزامك في بيتك يعني الأمان، التزامك في بيتك يعني ضمان مستقبل لأولادك. عشان سلامتك وسلامة أطفالك ومجتمعك هن 14 يوم وعدهم في الدار، وإن شاء الله إنه بنحفظ بلدنا من أي مكروه، فلنساند الأجهزة الأمنية. الكورونا مش مزحة، حافظوا على حالكم وعلينا وإحنا الحاجة إلكم، والرجاء التزام تعليمات الأمن. أمامنا خيارين، أما الالتزام والانضباط أو الاستبطار والتهاون. انضبط، التزم من أجل سلامتك، لأن سلامتك من سلامة هذا الوطن. الرجاء الالتزام والتقيد بالتعليمات، إلزم بيتك 14 يوم، إما انحسار وإما انتشار. الكورونا مش مزحة، فلذلك اجتنبوا تعليمات الأمن وخليكم بالبيت. جلوسك بالبيت واجب وطني وديني وأخلاقي. عليكم أهلنا الكرام يرجو الالتزام وأن تكون الحركة بالضرورة فقط. من أجل سلامتك وسلامة أولادك وسلامة عيلتك وسلامة بلدك خليك في البيت. من أجل مستقبل فلسطين وشعبنا العظيم خليك بالبيت. البقاء في بيوتكم للحفاظ على سلامتكم وسلامة عائلاتكم هو واجب وطني.